مشاهدي متابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم في مباشر جديد من الدار البيضاء. هذا المباشر بخصوص حصيله الاصابات بداء كورونا في المغرب. فقد اعلنت وزاره الصحه المغربيه عن تسجيل 163 حاله اصابه مؤكده جديده بفيروس كورونا المستجد حتى الساعه الرابعه من يومه الجمعه، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 5711 حالة. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي وصلت إلى 54160 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تمثلت للشفاء من المرض حتى الآن وفق المصدر ذاته 2324 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 186 حالة. وتهيب وزارة الصحة وكعادتها بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. وبهذه المناسبة نتمنى طاقم شوف تي في يتمنى الشفاء لكل المرضى، كما نترحم على كل من وافته المنية جراء هذا الوباء الخبيث، كما نتمنى من الله العلي القدير بأن يرفع عنا هذا الوباء في أقرب وقت وأن تعود الحياة إلى مسارها الطبيعي. كنتم مع مباشر بخصوص حصيلة الإصابات بداء كورونا المستجد بالمغرب. إلى هنا نأتي على نهاية هذا المباشر، شكرا على تتبعكم، دمتم في رعاية الله، انتظرونا في مباشر آخر بعد قليل. إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم.